وهذا الرضا عمل، ولكنه ليس عملا للجسد بل هو عمل للقلب، وعمل القلب أفضل وأهم من عمل الجسد، كلاهما مطلوب. فإذا بدأ قلبك يطبق ذلك فستشعر بإحساس يسمى السرور بالله. نعم، ستشعر بالفرح أول ما تطبق هذا الرضا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. والرضا عن الله هو طريق يوصل إلى الله تعالى، ولكنه يتميز بأنه طريق مختصر جدا. إذا كان غيرك يعمل الكثير لكي يصل إلى الله، فإن هذا الباب يوصلك إلى الله بجهد أقل وحسنات أكثر. من لي بمثل سيري كالمدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. يقول ابن القيم: إذا أعطى الله العبد القليل من الرزق ورضي العبد عن ربه بأنه أعطاه فقط القليل، فإن الله تعالى بالمقابل سيرضى عن العبد بالقليل من العمل، بحيث يعمل العبد أعمالا قليلة ويدخل الجنة، والجزاء من جنس العمل.